حفظنا احفظهم لنا كسيس يعنينا كثير وازمنا سالما مكملين رياسة كانوت المقدسة التي تمنتهم علي من قبلك كإرادتك المقدسة. الطباوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبر. وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة وقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أنعم علينا وعليهم بالسلام والعافية في كل موضع وصلواتهم التي يقدمونها عنها وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي كرائحة بخور وسائر أعدائهم الذين يرون الذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا. أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة يا رب. أيضا فلنسأل الله إلى ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باريك. صلوا من اجل هذه البيعه المقدسه واجتماعاتنا كلنا بغير مانع ولا عاق نصنع كمشيئتك الطوبوية المقدسة بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بها علينا على عبيدك الآتي بعدنا الأبد. قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون لك بالنعمة.